من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية عبر شاشة التلفزيون. لقاءنا الأول راح يكون عبر قناة يوسات إن شاء الله في هذا اللقاء، ونحن اليوم بضيافة نشمة من نشمة هذا الوطن، ومعي الآن الأستاذ هاني أبو عقولي، طبعا مدقق حسابات قانوني ومستشار ضريبي، مشرف ومدقق سابق في إدارة ضريبة الدخل والمبيعات. مساء الخير أستاذ هاني. مساء الورد، أهلا وسهلا فيك. بداية منورنا أستاذ هاني في هذا اللقاء في معشر، وحابين من بداية أسئلتنا يكون ترحيب فيك وانتغاني عن تعريف هذا القطاع، نعرف أستاذ المشاهدين المسيرة العلمية والعملية اللي أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم، شرفنا فيكم، وكل الاحترام والتحية للمشاهدين كل كرام. أنا بلشت مواليد الرمثة، بلشت الدراسة في مدارس الرمثة، ثم التحقت في جامعة اليرموك لدراسة بكالوريوس محاسبة، تخرجت منها في 91 بكالوريوس محاسبة، ثم بعد ذلك انخرطت في الحياة العملية لحد ما وصلت لل 2010. أسست مؤسسة أجاد لتطبيق الحسابات والاستشارات الضريبية اللي أعمل فيها، وأنا مديرها العام ولا زلت لحد الآن. تحدث عن الموقع اللي احنا فيه يعني بشكل تفصيلي أكثر، تحدث عن الخدمات اللي تقدموها والإنجازات. والله احنا يعني كمؤسسة تطبيق حسابات واستشارات ضريبية فاسمها بنبئ عن الخدمات اللي نقدمها. احنا بنقدم خدمات استشارات ضريبية للشركات وتدقيق الحسابات بما يختص الحسابات والميزانيات والبيانات المالية ندققها، وفيما يختص الاستشارات الضريبية اللي لها علاقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ونقدم كشوف التقدير الذاتي والإقرارات الضريبية. أستاذ هاني، أبرز المشاكل والعقوبات اللي نواجهها بهذا القطاع؟ والله هو قطاع الاستشارات الضريبية في المشاكل اللي بتواجهنا بالعادة اللي هي عدم الاستقرار الضريبي. احنا عندنا وخصوصا بالفترة يعني اخر 8 سنوات في عندنا صدر اكثر من قانون، وهذا بتعرف بيؤدي الى انه ارباك للسوق المالي وللاستثمار، واحنا بنعكس عليهم طبعا، لانه احنا بدنا نصير نتابع هاي التغييرات اللي بتطرا واللي بصير، انه بصير تغيير على مستوى قانون، مش يعني ليس فقط تعديلات وانما على قوانين جديده قاعده يعني تصدر. فاحنا بنتمنى يا ريت والله انه يصير في عندنا استقرار، نصل لمرحله انه يصير عندنا استقرار ضريبي على مستوى التشريعات، لانه هذا الحكي بيؤدي الى اول شيء خدمه الاستثمار، خدمه البلد عن طريق الاستثمار، ثانيا طبعا بسهل عملنا احنا في مراجعاتنا والعمل مع الضريبه. أستاذ هاني، يعني أنتم في هذه المؤسسة هذه النجاحات، تحدث عن الطموحات والرؤية المستقبلية بشكل عام. والله الطموحات ما إلى حدود، الحمد لله رب العالمين. يعني إحنا أسسنا المؤسسة من 8 سنوات، ونقدم والحمد لله في نمو عندنا، سواء في نوعية الشركات اللي بنقدم لها الخدمات أو في حتى الخدمات اللي إحنا بنقدمها. وإحنا الحمد لله يعني عندنا كل سنة حوالي 40 لـ45 ساعة تدريبية، نطور نفسنا بمؤتمرات بأيام علمية، وبنطمح لأنه نحصل على مزيد من الشهادات المهنية لحد أنه نقدر نظلنا مواكبين العلم. الحمد لله إحنا الآن معاي جوردن سي بي اي، نطمح في المستقبل إن شاء الله للحصول على شهادات السي اي اي التدقيق والسي بي اي الأمريكي والسي ام اي. هاي الشهادات كلنا بتخلينا دائما متطورين، والحمد لله احنا كما يعني زي ما بتعرف الكفاءات الاردنيه الحمد لله مشهود لها، وعلى مستوى الخليج العربي الان بتقود موضوع الضريبه. الحمد لله طلع من عندنا كوكبه كبيره من الشباب، وفي شباب الان رايحين يطلعوا عشان بدء تطبيق القيمه المضافه، ضريبه القيمه المضافه بدا تطبيقها من 1/1/2018 في السعوديه والامارات، وراح تلحقها كمان بعض الدول الخليجيه ان شاء الله. استاذ هاني، يعني عن تطور القطاع بشكل عام مستوى الاردن ومستوى الدول العربيه. الحمد لله يعني احنا في الاردن لنا مكانه من اوائل البلاد العربيه
في هذا القطاع، والدليل تسابق الدول على استقطاب الكفاءات الأردنية في هذا المجال. وإحنا عندنا الآن حوالي 100 مدقق طلعوا من الأردن، هذا مش أكثر كمان، لخدمة القطاع الضريبي في السعودية وفي الإمارات، وناهيك عن المحاسبين اللي أصلا موجودين هناك واللي هم عددهم طبعا كبير، وهذا حكي يعني واضح وبين. في مسألة تطبيق الحسابات، الحمد لله رئاسة الاتحاد العربي للمحاسبين القانونيين يرأسها الأردن في هذه الدورة، والأردن فاعل في كل المؤتمرات العربية، في كل المؤتمرات العربية اللي بتنعقد على مستوى الوطن العربي بنقدم أوراق، وعندنا حضور فاعل ودائم إن شاء الله. دائم إن شاء الله. يعني أستاذ هاني بالتأكيد أنتم بالمؤسسة تقدموا فرص تدريب للشباب الجدد، ببداية طريقهم شو بننصح؟ والله يعني أي محاسب، أي محاسب بتخرج من الجامعة وبحصل على درجة البكالوريوس أو على الدبلوم لازم يفكر جديا في تطوير نفسه. التطوير يتم من شقين، الشق الأول اللي هو الشق العملي والخبرة العملية واللي لازم يحصل عليها من خلال العمل في مكاتب التدقيق والاستشارات الضريبية، والشق الثاني اللي هو لازم ولا بد من انه يطور نفسه علميا بالحصول على مزيد من الشهادات المهنيه حتى يكون قادر على مواجهه السوق، سوق العمل. استاذ هاني، نعمه الامن والامان، اين وجد الامن والامان؟ وجد الاستقرار، وجد الاستثمار، وجد كل شيء، بظل ما نشاهد من تغيرات، شو تعني لك نعمه؟ والله الامن والامان هي نعمه كبيره. ونعمة يعني ما حد بيعرف قيمتها إلا اللي فاقدها. الحمد لله رب العالمين، الأردن بقيادة الهاشمية بينعم بالأمن والأمان، والأمن والأمان مهم للاستثمار، مهم لكل شيء. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أنه الله سبحانه وتعالى يديم علينا النعمة، نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الطيب. أستاذ هاني، أنت الآن رئيس القانونية من بلد أصيل وعائلة كريمة، لو قدر لك كان في لقاء مع جمال كريمة كامل، شو ممكن أتحدث في دقائق؟ والله لقاء جلالة الملك يعني شرف عظيم لأي واحد مننا. بصراحة أنا بحب يعني إذا كان قدر لي إني أقابل جلالة سيدنا، إني أطلب من جلالة سيدنا توجيه الحكومة لضرورة استقرار التشريعات الضريبية وضرورة موائمة قانون تشجيع الاستثمار والاستثمار مع قوانين الضريبية وكل القوانين المتعلقة، بحيث تصدر حزمة واحدة مترابطة وأن لا يكون هناك أي إشكالات بينها، الاستقرار الضريبي، وأن يكون التشريعات التي أي تشريع بتهم الاستثمار انه هذه التشريعات تصدر حزمة واحدة مع بعضها، بحيث انها تراعي كل ما يكون في بيانات اي اختلافات للهدف الاسمى اللي هو تشجيع الاستثمار في البلد. ان شاء الله احنا نتمنى لكم التوفيق استاذ هاني. وطبعا نحب نذكر بموقع مؤسسة الجهاد لتحقيق الحسابات وشارع الملكة رانيا. نعم. نتمنى لكم مزيد من النجاحات انتم كفريق وزملاء في هذا. بارك الله فيك. ومناسبة العام الجديد اذا بتحب والله إن شاء الله إنه يكون نتكون سنة خير وبركة وأمن وأمان على بلدنا الطيب الأردن، وإن شاء الله كل الأمنيات بالخير والبركة على الجميع إن شاء الله. طبعاً بنرجع بنأكد أستاذ هاني لأن المسؤولية مشتركة بالتأكيد، جلالة الملك دائماً يدعو إلى دعم فرصة للتغيير وشام الوطن. أستاذ كما قول جلالة سيدنا الفارس كنت أردني بالتأكيد همة الأردنيين دائما مرفوعة عالية بقمة النشامة. الأستاذ هاني أبو عقولة استشاري تحقيق الحسابات، نشكرك على حسن الاستقبال يا سيدي والضيافة، ونوجه تحية لجميع في هذه المؤسسة، كل الاحترام وإن شاء الله سنة خير على الجميع. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. شكرا للمشاهدين.